أخبار مش سعيدة. كالعادة نتابع معكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية باش تكونوا موجودين وتابعين لاكتواليتي الكل في ديوان فايم. باش تحب نبداو الجعفور بالأخبار سعيدة؟ مش سعيدة. نبداو الأخبار مش سعيدة. أخبار مش سعيدة. الأخبار المش سعيدة جعفر ورفع للأسف جينا من جندوبة نحكيه على جثة تلقات البارح الخميس الصباح. الجثة هذه اللي كهل 40 للأسف تلقات مشوهة وتحمل أثار عنف على مستوى الوجه والرقبة والصدر. حبينا نعرفوا احنا أكثر معطيات على وحيثية على الواقع هذه وقتش تمت شنو أسباب الجريمة. إن شاء الله ربي يرحمه السيد اللي توفى. علاش باش يكون معنا حاليا السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة سي سلاح الدين الرئيسي. صباح النور سي سلاح. صباح النور ومرحبا بك. مرحبا بك سي سلاح. لو كان تعطينا حسب المتاح حيثية الواقع. نعم هو في الحقيقة بداية نترحمه على الهالك هذا يا رب. الله يرحمه. نعم الواقع تعود اليوم الأربعاء 27 الشهر هذا في حدود الساعة 11 في كمتاع النهار تلقى بمثل النيابة العمية اتصال من مركز شرطة المكان شرطة جندوبة. نعم. مفاد وجود جثة آدمي على مستوى السكة الحديدية في المكان المعروف في بين ضفرين سوق الأقبل. هذه منطقة تابعة لمدينة جندوبة. نعم. في يحمل آثار ظهر العيان آثار دالة على تعرض للعنف. نعم. في الحين آذن السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة اللي ممثل النيابة العمية ولقاضي التحقيق المكلفين بالاستمرار. نعم. بتوجع العين لقصد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة وبالفعل بالوصول لمكان الواقع تبين وجود هذه الجثة الآدمية تحمل آثار اعتداء خاصة على مستوى الرأس. تعدد الإصابات في الرأس في الوجه نوع من التشويه بالوجه وكذلك على الصدر. نعم. وفي الإبط وهي بحال عرقتان بطبيعة تم يعني ستر الجثة وتولى السيد قاضي التحقيق على العين بعد أن أذن له السيد ممثل النيابة العمية بالتعهد الموجب فتح بحث تحقيق ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والإغمار تبقى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية. هي جريمة القتل هذه لأنه بركاج أو جلسة خمرية أو تصفيق حسابات ما نعرفوش بركاج ولا غيره. مش نعطيك المعطيات الكافية بالقدر الذي لمس من مبدأ سرية الأبحاث ومبدأ سرية التحقيق وكذلك المعطيات الشخصية. نعم. لأنه القضية جارية توفيد سيد قاضي التحقيق. نعم. على العين تم قلنا الإذن للجهة الأمنية التي أنابها السيد قاضي التحقيق وهي فرقة الشرطة العدلية بجندوبة بالقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة. كذلك تم أعمال الفنية تولت القيام بها الشرطة الفنية على العين من رفع لأثار الجريمة من رفع البصمات من حجز ما يتوجب حجزه من أدوات الجريمة. نعم. مع العلم لكون المظهر الظاهر للمكان دال على وجود جلسة خمرية يعني قبيل وقوع الجريمة بالطبيعة وذلك كان عاون البحث. نعم. وتم تكثيف التحريات والأبحاث ووقع بإذن السيد قاضي التحقيق الاحتفاظ من 3 من ذوي الشبهة اليوم مشاركين في الجلسة الخمرية. نعم. وأطوارها ويبدو لكون واحد منهم هو بالفعل هو من اعتدى على ذلك. هذا قدر اللزوم اللي باش نعطوه مع المعلومات الأخرى كلها نحافظوا عليها في انتظار ورود نتيجة الطب الشرعي في انتظار أعمال السيد طبيب الشرعي لأنه مأذون ليه من قبل السيد قاضي التحقيق باش يقوم فضلا عن تشريح الجثة بالتحاليل اللازمة من بينها تحاليل الدالة على وجود اعتداء جنسي من عدمه مع العلم لكونه يبدو لكونه الأنفار هذول كانوا بسبب معاقرة الكحول وليس الخمر مع من نوع وربما نعم صدر. نعم نعم واضح. إيه. سي سلاح. نعم. كان الله في عونكم. اي نعم. جريمة بشعة نحن نعاود نترحموا على وفاة الهير باعتبار روح بشرية أزهقت وإن شاء الله القضاء قادر على إظهار حقيقة وإيصال كل واحد بالحق بتاعه إن شاء الله ربي يبين الحق. بارك الله فيك سي سلاح الدين الرئيسي سيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. تحية الأهلين في جندوبة الكل. بارك الله فيك. شكرا لأنك خصصتنا وقت للتوضيح.
يا إلهي ما العالم عنفك.